بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبي الهدى رسول الرحمة وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اهتدى بهديه سيادة رئيس الجلسة، أيها الوفود الكرام، حضرة السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء، أود أن أقدم تحياتي العطرة واحتراماتي للأخ المحترم والصديق العزيز علي الشيخ عبد الفتاح مكي ابن سيد الشيخ مكي. وذلك على ما تفضل به من تلبية هذه الدعوة، إذن فشكرا لكم. أيها السادة، موضوعنا هذا المساء يخص المرأة المسلمة، هذه الأخت التي لم تزل في مختلف المجتمعات البشرية معدومة الحقوق، وقد نظرت إليها الأمم نظرة خاطئة وعاملتها معاملة قاسية، فأفقدتها مكانتها الأولى في التربية والتوجيه والصيانة، وقد تفكك من ذلك بنيان الأسرة وداعت الطفولة كما ضاعت الأنوثة. لذلك لا يجد العاقل بدا من البحث عن بديل لها، فقد كانت المرأة قبل مجيء الإسلام خادمة البيت وأمة الرجل وأسيرة الأبناء، فكانت ترعى الإبل والغنم وتمخض اللبن وتغزل الصوف وتصنع الخيام وتشفي الجرحى وتطب لنفسها من شؤون الحمل والولادة. ومع كل هذه الأعباء التي ألقيت على عاتقها، كانت إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. في مثل هذه الظروف الخشنة جاء الإسلام ووجد الجزيرة العربية خلاصة العرف والعادات التي تعرف عليها العرب في معاملة المرأة،
فحررها الإسلام وأعطاها كرامتها وجعل لها حقوقا مكتوبة على الأب أولا وعلى الزوج ثانيا وعلى الأمة أخيرا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وخاطبها الله عز وجل بالإيمان والعبادة والعمل الصالح كما خاطب الرجال، وقرن أسماءها أو وقرن اسمها مباشرة باسم الرجل، فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يوم يب أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع النساء كما يبايع الرجال في الإسلام، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، قلنك فبايعهن واستغفر لهن الله. كما طلب من المسلمين صيانتها من السقوط والانحراف والانحطاط، فقال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وأعطاها حق الملك والكسب كما أعطى الرجل، فقال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. كما كتب لها نصيب الميراث، فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ومنع إجبارها على الزواج بغير رضا منها، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أيها السادة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات، انطلاقا من هذه الآيات البينات نرى أن مشكلة تحرير المرأة مشكلة كاذبة، وإن الشر ما يصاب به المجتمع هو وضع الأشياء على غير موضعها أو تسميتها بغير أسمائها. فنعم، إن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض كما جاء في محكم الكتاب العزيز، ولكن المرأة عماد الرجل وملاك أمره وسر حياته، وإن طبيعة الحياة الإنسانية تأبى أن تنهض من جنس واحد
حتى يقاسمه الجنس الآخر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وإذا منح الله الرجل قوة العقل والتدبير فقد منح المرأة في جانب الرجل قوة السكينة والاستقرار لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فسر الحياة الإنسانية وينبع وجودها ينحصر في كلمة واحدة هي قلب المرأة، فلأنها هي الأم والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولقد أتانا من تاريخ الأديان والحضارات أن السبب في هلاك الأمم هو رفض العناية برعاية المرأة وعدم تطبيق مبادئ الشرف ومبادئ السعادة على حياتها الميمونة. وإذا انحطت المرأة إلى أسفل ما يكون من سقوط خسر العالم كله وبقي المجتمع بدون ركن ولا أساس. وفي هذا الإطار الحقيقي كان الإسلام لا يريد منها، أي للمرأة، أن تخضع للبيئات ولا للعادات إلا إذا كان لها منها قسط وافر من العزة والشرف. ما يبين أن شخصية المرأة المسلمة لا تقدر بالمال أو الجمال ولا بالحسب أو النسب، ولكن تقدر بالموقف والسلوك. إن اعتدلت المرأة اعتدل معها المجتمع كله، وإن ثبتت لدينها ولخلقها ثبت معها أمل المجتمع كله. ما جعل القرآن الكريم يخاطب الأمهات المؤمنات أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في هذا العهد أيتها الأخوات، ومع نزول الوحي على محمد رسول الله، كان الأمر سهلا للنساء كما كان أيضا سهلا بالنسبة للرجال أن ينشئوا جيلا على منهج الإسلام. وكان الأمر سهلا للمرأة المسلمة أن تصوغ نفسها كما يريد الإسلام وأن تلعب دورا فعالا في بناء مجتمع إسلامي مثالي. فقد كانت هذه الجماعة في عهد الرسول يهيمن عليها الإسلام، وكان المرجع، أي مرجع الرجال والنساء، إلى الله ورسوله. فإذا نزل الحكم من عند الله كان ذلك الأمر. وهذا هو معنى قوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن تكون لهم الخيرة من أنفسهم. فكان المؤمنون حين ذاك والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما اليوم فإن المرأة المسلمة تواجه صعوبات أقسى بكثير مما واجهتها أختها في الجماعة الإسلامية الأولى. ورغم أن الآيات والأحاديث بقيت كما هي، إلا أن مسلم هذا العصر يختلف تماما من مسلم ذلك العصر. أما الخيام فإنها كخيامه، وأرى نساء الحي غير نسائها. فالمرأة اليوم رغم اعتقادها بالدين لم تزل ذات جمال وذات تأثير، بدلا من أن تكون ذات دين وخلق يبنى عليها المجتمع الإسلامي الحقيقي. لأن التربية الحضارية الحديثة هي التي هيأتها كما هيأت الرجل، هيأتها للمعامل والوظائف والخدمات العامة، مع إغرائها بمنافسة الرجل في كل الميادين. فقد تعلمت كثيرا وتربت قليلا، ونشأ من ذلك جيل مضطرب في العقائد والأفكار والسيرة والأخلاق، جيل غير متوازن القوى، غير متجانس النشأة. كبر بعض نواحي إنسانيته وبقي نواحي أخرى على حساب البعض، وأصبح التفاوت بين عقله وجسمه وبين ظاهره وباطنه كبيرا جدا. فالأول ضخم كبير والثاني ضعيف حقير. من هنا أيها السادة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات، من هنا إذن يبدو لنا أهمية دور المرأة في بناء المجتمع الإسلامي المعاصر. ويستهدف هذا البناء أولا تكوين شخصية إسلامية جديدة كما أرادها الله أن تكون. ثانيا أداء المسؤوليات والواجبات مطبقا لما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. الواجبات نحو ربها، والواجبات نحو بعلها، والواجبات نحو ولدها، والواجبات نحو ذوي القربى واليتامى والمساكين، والواجبات نحو الشعب والوطن، والواجبات نحو الملة والدين، والواجبات نحو الكسب والعيش. ثالثا استثمار المواهب الفطرية التي أعطاها الله إياها، وذلك لقلب وضع العالم وتوجيهه منهج العدل والسلام. ونرجع إلى النقطة الأولى لنرى كيف تلعب المرأة دورها في تكوين هذه الشخصية. إن الشخصية الإنسانية المذكورة لفي انفصال مستمر عن ذاته العضوية،
فالشخصية كيان خيالي ولكنه حقيقي، يعلو على ذات المرء ويحيط بها يمينا وشمالا أماما ووراء علوا وسفلا، ويستشرف هذه الذات على مسافة، ما يجعله حرا طليقا يعيش في آن واحد في الماضي والحاضر والمستقبل، ولا يقيده زمان ولا مكان. ما يحمل الشاعر على أن يخاطب هذه الشخصية فقال: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، فلا ذرة منك إلا غدت بها يوزن الكون بل أكثر، ولا قطرة منك إلا وفي ينابيع أسرارها أبحر. في هذا الإطار الشخصي الحقيقي يخاطب المولى العبد، يخاطب الرجل بصفته إنسانا لا بصفته أبا أو زوجا، ولا بصفته ابنا أو أخا، ويخاطب المرأة لا بصفتها أما أو زوجة، ولا بصفتها بنتا أو أختا، ولكنه الرجل كنصف، ولكنها المرأة كنصف، وبينهما ما بينهما من تعادل، ولا فضل لأحد منهما على الآخر إلا على قدر ما يحسنه من عمل. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكان اجتناب الكذب إذن عملا صالحا، والسعي في تنظيم الحياة عملا صالحا، وتربية الطفل الناشئ عملا صالحا، وإبراء السقيم عملا صالحا، وإتقان أي حرفة من الحرف عملا صالحا، وهذا بتفاوت في الدرجات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وينك والباقيات الصالحات خير، إما في العبادات وإما في غيرها من الحركات. وبعد نأتي إلى النقطة الثانية، المسؤوليات والواجبات. أما واجبات المرأة نحو ربها فقد ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه ولو كتابه وكانت من القانتين. وأما واجباتها نحو بعلها فأول ما تكون ففي اختيار الزوج الذي يكون أبا لأولادها، فيقول سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. تنكت ولعبد مؤمن خير من مشرك. وبعد دور الاختيار والزواج فواجبات المعاشرة تنحصر على هذه الخصال العشر: الأولى والثانية الرضا والقناعة أو حسن السمع والطاعة للزوج، أما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينيه وأنفه وأذنيه فلا يرى منها إلا الجميل، ولا يشم أنفه إلا الطيب العطر، ولا يسمع منها إلا الكلام الحسن. أما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن شدة الجوع ملهبة وتنقص النوم مغضبة. أما السابعة والثامنة فالاحتراز لماله ورعاية جسمه وعياله. أما التاسعة والعاشرة فأن لا تعصي له أمرا وأن لا تفشي له سرا. وأما واجباتها نحو ولدها فقد لخصها القرآن الكريم فقال: والوالدات يرضعن أولادهن. وإرضاع الأم لولدها فنوع من تبليغ تلك المشاعر الربانية المودعة في قلب الأم إلى الطفل. قلناك فلا تضار والدة بولدها. وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا. وأما واجباتها نحو ذوي القربى فهذه الواجبات تنحصر على هذه الآية الكريمة التي يقول فيها سبحانه عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأما واجباتها نحو الوطن ونحو الأمة هي تربية الأبناء، أبناء الجنس كله، وتنمية المشروعات سواء كانت هذه المشروعات اقتصادية أم اجتماعية، لأن حب الوطن من الإيمان، وهذا بغض النظر عن الضجيج والصفير والتحزب الأعمى والتعصب. وأما واجباتها نحو الدين والملة فقد لخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: المرأة إذا صلت خمسها وزكت مالها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت بعلها وأحصنت فرجها دخلت جنة ربها من أي باب شاءت. وأما واجباتها نحو الكسب والعيش فلها نصيب مما اكتسبت، ولكن إذا تركت المرأة أطفالها في سبيل العمل فأي عمل أكبر من ذلك تذهب إليه؟
سيما والكسب فنون، وقد نجحت الأمهات المؤمنات في البيع والشراء والخدمات النسوية دون أن يحول ذلك بينهن وبين رعاية الزوج والأولاد. وليس المهم أن تكون المرأة سعيدة في عملها فحسب، ومن المهم أيضا أن تسعد الآخرين، ومن بين هؤلاء الآخرين الزوج والأولاد. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفي النقطة الثالثة نرى أن المواهب الفطرية التي أعطاها الله إياها من استطاعتها، أي من استطاعة المرأة، أن تستثمرها لخير العالم كله، لأنها ربة البيت، والبيت هو المجتمع الصغير، وإذا صلح صلح المجتمع الكبير. ولأنها هي المعلمة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فمن شأنها إذن، أي من شأن المرأة، أن تغرس بذورا طيبة لمستقبل الدين والوطن. فعندئذ ستقبلها ربها بقبول حسن، وسوف ينبتها نباتا حسنا، ولأنها أيضا هي العاملة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فخير إذن للمرأة المسلمة إذا أرادت بناء مجتمع إسلامي معاصر أن لا تغريها الحضارة الحديثة، وأن لا تدافعها المغريات المادية إلى جهل نفسها بالذات، ولكن عليها أن تواجه المجتمع، أن تواجه الحضارات، أن تواجه التنميات الاقتصادية والاجتماعية، أن تواجه كل هذه، وأن تبقى النساء جميعا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، وكأنها هي الجنة تحت أقدام الأمهات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.